إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من حكم الله عز وجل وأمره وقضاؤه كله حكيماً، من حكمته سبحانه وتعالى وجود الغني والفقير، وجود المعافى والمريض، وجود الخادم والمخدوم، فتفاوت في حال الناس هذا من حكم الله عز وجل عظيمة. قال سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. سخرية، أي يسخر هذا لهذا، فكل منا محتاج إلى الآخر. ولو كان الناس كلهم أغنياء لم تقم قائمة في هذه الحياة الدنيا. من يبني؟ من يصنع؟ من يبيع؟ إذا كل الناس لا يحتاجون إلى أحد، فالعامل والصانع والخادم محتاج إلى ما بيدك، وأنت محتاج إلى ما بيدهم، وهكذا تستقيم الحياة. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل هناك حقوقاً وواجبات، وأعطى كل ذي حق حقه، فالخادم له حقوق وواجبات، والمخدوم رب العمل له حقوق وواجبات، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية. لا يوجد فيها شخص ضايعة حقوقه. من هذه الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية وضمنتها لأصحابها حقوق الخدم عند أصحابهم وأرباب العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير أسوة لنا كان له خادماً يخدمه، وكان له غلاماً يخدمه صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمات الله عز وجل. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أن رجلاً سأله قال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكناً تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ ثم قال لي: إن لي، أي زيادة على الزوجة والمسكن، إن لي خادماً يخدمني. قال: فأنت من الملوك، فأنت من الملوك. فهذه من رحمات الله عز وجل أن يكون للإنسان زوجة ومسكن يأوي إليه، وخادماً يخدمه. والشريعة الإسلامية حفظت حقوق هؤلاء، فأمرت بالعفو عنهم والصفح عن زلاتهم وأخطائهم. قال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي أفاً قط، ولا قال لي شيء، ولا قال لي شيء لما فعلت كذا
أو هل لا فعلت كذا. تصور 10 سنوات تمر على الإنسان مراحل، مراحل في مشاعره وأموره الاجتماعية من الغضب والرضا والمرض والعافية والانشغال والنوم والسهر والتعب والإرهاق، 10 سنوات جميع المشاعر تمر على الإنسان، ومع ذلك ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره رداء المروءة ورداء خصال الخير وكريم الأفعال. 10 سنوات ما سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أف، ولم يسمع منه عتابا أو ضربا أو سبا أو شتما أو لعنا. راعى النبي صلى الله عليه وسلم ظروف هذا الخادم، وكان لزاما علينا كذلك أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم ونراعي ظروف وأحوال ومشاعر هؤلاء الخدم، خاصة منهم المغترب والفقير الذين هم بأمس الحاجة إلى من يراعي مشاعرهم. يحكي أنس رضي الله عنه موقفا حصل له مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فأمرني في يوم من الأيام لحاجة، فقلت في نفسي: والله لا أذهب حتى أمر بالسوق فألعب مع الصبيان. شوف، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لغرض له، فقال في نفسي: لن أذهب حتى ألعب مع الصبيان أولا ثم أذهب. قال: فمررت بالسوق ولعبت مع الصبيان، فتأخر وأبطأ عن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق فرآني، فقبضني من ورائي وقال لي وهو يضحك: يا أنيس، ألم تذهب إلى حيث أمرتك؟ لا سب لا شتم لا لعن، مجرد عتاب لطيف، أقل درجة من درجات العتاب، ألم تذهب حيث أمرتك؟ فقال أنس: قلتها أنا ذاهب يا رسول الله، بل من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمح بالشدة والمعاتبة على هؤلاء الخدم، بل كان صلى الله عليه وسلم يدافع عنهم. قال أنس خادمه الذي خدمه 10 سنوات: قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، والله ما توانيت في حاجة له، فإن أبطأت أو ضيعت، يعني ليس من عادتي أن أقصر، لكن بشر، قد يصدر مني التقصير أو الغفلة أو النسيان. قال: فما لامني، يعني لو أبطأت في شيء له أو ضيعته ما لامني. قال: فإن لامني أحد من أهله، قال: دعوه، فلو قدر أو قضي لكان قد كان، يعني لا تعاتبوه ولا تلوموه، لو قدر أو قدر الله عز وجل أن يكون هذا الشيء كان لكان كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتب، وكذلك يدافع عن حقوق هؤلاء، والشريعة الإسلامية كذلك عظمت من حقوقهم المالية ونهت عن أكل حقوق هؤلاء الخدم أو التأخير في دفع مستحقاتهم ورواتبهم. وللأسف الشديد أن هذا يحصل من قلة من الناس، يؤخرون رواتب الخدم الذين تغربوا عن أهليهم وبلدانهم وتركوا الأهل والبلدان من أجل رعاية هؤلاء. تغربت الزوجة عن الزوج والأولاد، وتغرب الزوج عن الزوجة والأولاد والأهل من أجل أن يضمن لهم مالاً شهرياً يرسله إليهم، ومع ذلك تتأخر بعض حقوقهم. انظر إلى وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل من حقوق هؤلاء الخدم. قال صلى الله عليه وسلم: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، 3
أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجرته. انظر، استأجر أجيرا أو عاملا أو خادما فاستوفى منه، أي الخادم أو العامل أعطى هذا السيد ما له من العمل أو الصنعة أو الخدمة، لكنه تأخر وتوانى وضيع وأكل ثمن هذه الأجرة على هذا الخادم. هذا من خصمه يوم القيامة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. واحذر كل الحذر من مد اليد على هؤلاء الخدم بالضرب أو التعدي عليهم أو ظلمهم بأي صورة من صور الظلم. قال أبا مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، قال: فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت، فالتفت إليه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، أي كفر عن ضربه الغلام بالصوت. قال: قلت: هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار، أي لو لم تكفر عن هذه الخطيئة أو هذا الذنب لمستك النار. فاحذر كل الحذر أن تعاقب من جعلهم الله تحت يدك من الخدم والعمال بالضرب. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كذلك مما يتعلق بالخدم والعمال، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم تكليفهم ما يشق عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكلفوهم بما يشق عليهم. ثم أعطانا مخرجا قال: فإن كلفتموهم فأعينوهم، أي لا تكلف الخدم الذين عندك أو العمال بما لا يقدرون عليه من الأعمال والأعباء، فإن احتجت إلى أن تكلفهم فأعنهم، أعنهم بخادم آخر أو عامل أو رضهم بالمال أو بأي صورة من صور الإعانة. وكذلك من أحكام الخدم الإنفاق عليهم صدقة من الصدقات. يغفل كثير من الناس من احتساب الأجر في الإنفاق على الخدم. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنفقت على نفسك فهو صدقة، وما أنفقت على زوجتك وولدك وخادمك فهو صدقة. فإنفاقك على هؤلاء من الصدقات، خاصة إن احتاجوا إلى ذلك، صرف أدوية أو علاج أو ذهاب به إلى طبيب أو مساعدته في صدقة أو زكاة إن كان محتاجا وأهلا للزكاة، هذا كله من أشكال الصدقات. فلا تبقي عندك في بيتك عاملا أو خادما أو خادمة مريضا لمدة أيام وهو يعاني من شدة المرض وأنت لا تسمح ولم تذهب به إلى طبيب من أجل أن يعالجه. كذلك من مراعاة مشاعر الخدم أن تجلسهم معك على مائدة الطعام، وهذا لا على سبيل الإلزام بل على سبيل التلطف والاستحباب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، إذن في درجة من الدرجات أن تجلس هذا الخادم معك على نفس السفرة يأكل معك، هذه درجة من درجات الكمال.
قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجلسه معك فأعطه أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه، أي هذا الخادم أطعمه من هذا الطعام الذي هو صنعه بيده، هو من باشر تجهيزه أو إعداده وشم رائحته ورآه وهو يطبخ، فتاغت نفسه لأن يذوق هذا من هذا الطعام ولو شيئا يسيرا. فإن لم تطب نفسك على إجلاس هذا الخادم معك فلا بد أن تجعل لهذا الخادم نصيبا ولو يسيرا من هذا الطعام الذي رآه بعينه واشتاقت نفسه لأن يذوق شيئا منه. انظر الشريعة الإسلامية كيف تراعي أدق المشاعر وأدق المواقف، تراعي حتى مشاعر هؤلاء في اللقمة واللقمتين. أقول ينبغي للإنسان إن استخدم خادما أو عاملا أن يعرف حقوق هؤلاء حتى لا يضيع حقوقهم، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم ونواصينا لما تحب وترضى. اللهم اهد ولي أمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اهد ولي أمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنك ولي ذلك والقادر عليه.